السلام عليكم ليجا. سلام الله. شكرا. صح رمضانكم. صح رمضان. لاباس. ايماجين شكون اليوم؟ شكون اليوم؟ شابة دليل. سري. وعلى بالي كاع باللي داروا لها لي كاميرا كاشي. خرج على خير. بصح اليوم ديدي زيت لها واحد الشخصية. تبعوا معنا. حبسي كل شيء خاطش نعشي هنا كتلعتها لكم ديركت قادر روحك ما غادي الطابله غادي نهرس لك فيها راسك تفلمو ما عندك والو في راسك اليوم اي حدا معنا فنانه جزائريه ومحبوبه عند جماهير الجزائر شابة دليلة كي تهضر مع هادي هادي متعاودش ترفدها خاطش نقرضها لك واعره الا ما تعرفش دليلة مرحبا بكم ومرحبا بكم ومرحبا بنا عندكم وميرسي بوغ لانفيتاسيون ميرسي بوكو عايشك وعلى يساري راهو معنا اليوم سفيان عديله الكاتب وملحن انا نفضل ان نقول جزائري رغم انه عايش في المشرق العربي كتبت شيرين عبد شكرا على الدعوه وشكرا لانكم جبتونا اليوم مع الدكتوره الاستاذه دليلة. كان واحد اللي عاونك باش اخترت الكتابة واللحن ربما الإنسان اللي عاوني واللي كان يعاوني لكن بعد ما توفى الوالد الله يرحمه بقيت وحدي يعني الله يرحمه ويسعله متأسفة كيفاش راك تشوف الفنانين الجزائريين أعطيني بوان فيو تاعك الفنان الجزائري نقصته الدقة نقصته الدقة في الكلمات كثير من الكلمات ماشي كلمات اللي تدخل للبيت الجزائري والعائلة الجزائرية الرأي حنا يتحدى النيفو با كاين الناس راهي دايره به البوز تحبي ولا تكرهي الرأي حبط شوية تقدري تكوبي كوبي باسكو مع كل احتراماتي للفنانين هادوك فنانين جيعانين ماشي كاع سمحنا ماشي كاع شو سوي كونتر دليلة أنا نعرف الكلمات ونعرف الموسيقى صح عطيك قصيدة تاع الحب وتاع الغزل اللي كتبتها أنايا ربما ما فيها كلمات إيحائية بصح تقراها في أون بلان فامي نورمال وانا لي فامي كيفاه دخلت لهم بسام نعاودو نوليو لا معليش نورمال انا نهضر عليهم بعد هذا السوجي ما كاش مشكل افيك بليزير سي بون ممكن نسمع اغنيه تاعك تاع مريولي نجبد لك الاخطاء اللي فيها في الكلمات بروبليم تكنيك قريتي الفن ما قريتش الفن جي عندهم باسكو نو جو ريغريت انفينيمون في هاد الهضره اللي كتقول فيها امبوسيبل لا لا والله العظيم ناقصه شويه كونداني هادي تبلع تاع لا شونسون انا ما قادش نقول لك بلي انت لا كاتب نيشان ولا ماشي كاتب نيشان لا تكتب غاية ولا ما تكتبش غاية فهمني مي هادو صوالحي انا مولاتهم لا بروف كو جيتي اون غون شونتيز ها قلت لك صح هذا اللي ما تمتلنيش ما فهمتش كارثة في حياة الفن الجزائري والله كارثة على واش كارثة؟ والله غير كارثة بصح على واش كارثة؟ حالة الفن الجزائري راهو يرجع جامي مون فيو تو بو كروفي جامي ما تعاوديش تقاطعيني راني نهضر معاها نروح بصح الناس تهضر بجونتيمون هداوة انت راكي تحطي روحك مع خالد ما ديرليش انت ما ديرليش انت علاش ما نديرلكش انت؟ ما ديرليش انت انت راكي حاطة روحك مع خالد ما ديرليش انت خاطش في هذيك انت تولي في حاجه واحده اخرى خالد شي لا جينيراسيون ما تنجم تهضر معاه لا انت لا انا لا لا نهضر نهضر معاه ما تقدش حتى تلحق حتى على الشيطان انا شيرين عبد الوهاب انا كتبت لها اغنيه كتبت شيرين عبد الوهاب سمعت بك انت تعرفي اللي كتب لها نو ما تعرفيش نو سمعيها بر نسمع لها اوكي لا الفنان لازم يغوص في الفن شابة دليلة انا ما نغوص انا ما نحقرش الفنان الجزائري بصح انت قالك تحقر شوفي بالاحتكاك تاعي وبالتجربه تاعي مع فنانين عربيين وعالميين انا ما نقدرش انت مع عربيين وعالميين الاخرين انا بدا تغريبية نبوزي لك لا كيستيون هذا دروك تغريبية اش تاعك علاش انت ها شنو دروك كي رديتها طيب. لك ما بغيتهاش على روحك لا 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 هذه سموها انت اللي درت لي انت نعاود لك هذه انت اونيكيت
تما ستاد ماركيت الكبيت لازم تدخل ستاد. ها تدخل ستاد الاخ معلش نبدا هي جاوبني ما فيها والو. هذا وشنو بلاطو هذا ولا نبداو؟ خلينا نبدا. هذا وشنو بلاطو ولا وشنو؟ خلينا نبدا نعاود نبوزي لك لا كيسيون. هلا ما نشم قنعينك من هذا ماشي بلاطو. قادر روحك ما غادي الطابله غادي نهرس لك فيها راسك. دليلة 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 كاباري تاع حساس تاع باكينغ وما يديروش شي كاباري. دليلة زعفت بزاف في هاد المومون ليكيب كاع دخلت باش تحللها ما تخرجش وراهي ولات الله يستر. كي تهضر على الفنانين انا بديت كاباري خالد ثاني بدا كاباري مامي بدا كاباري الزهوانيه بدات كاباري فاضل وصهراوي بدو كاباري باش تهضر علينا حنا يا صحاب الكاباري. حنا فري ناس فري لي زوم وري فحلين عليك نتايا. انا ما نكذبش لي مسقط عبد الحليم حافظ خلاص صافي على بالك ما تهضرش مع ما تهضرش معايا بزاف ما تهضرش معايا بزاف خاطر انت فلان وما عندك والو في راسك باش نزيدك حاجه. انا دايره كيما هكا انا كاع الناس تعرفني كيما هكا فهمتني ماش خاش كاع تلعب معايا باسكو انا كباري نوريك كي داير شي يجيبو من الكباري. سي مثل خلينا نبك سي بون هذا متخف مدام قاري قاري مع الناس هذوما واش ديبلوم بنادم جيتي راجل نهضر معاك ما نهضرش معاك انا غير راجل عليك ونسقي السقم الرجال وسيتو لا لا تنسى معاك. شوف مع كل احتراماتي ليك كاع الناس شوف كي دايرين الناس بداو في الكباري ما كيحقهمش حتى ما تسرقوا الموسيقى انتوما تسرقوا لي الكلمات تسرقوا الكلمات تسرقوا الكلمات. غادي نهضر معاك كلمه كي تعاود تهضر مع هادي هاديه كي تهضر مع هادي هاديه ما تعاودش ترفدها قاش نقرض هير. انا ما نلفتش يدي عليك انا انسان محترم شو لازم انا ماشي مربيه ولا ما فهمتش انا انسان محترم ما نرفدش يدي انا ديجا اساسا انا ما نعرفكش ما نرفدش يدي انا ما نعرفكش انا ما نعرفكش قبلتينا راك تزفف وتقول دليله ودليله صايده راك نقلبت القضيه انا نعرف اسمك دليله تاع وجهك عباك البلايص انا اللي كنت فيهم في منامك ما تشوفيهم. لا باين تعرف مع الحطه اللي راك لابستها وتقاشير من هي تهي عيطوا للواد باين معليش نورمال اي نورمال تحبي تعايري انت الناس وديري البوس بالمعايره نصورك تهدري هاد الهضره حتى عبالك انت تهدر بزاف عبالك انت تهدر بزاف انا خدمش معاك لا ها واحد هو انت راجل انا سرجل انا ما نضربش مراه اهدر ارواح انا ما نضربش مراه ارواح جيبي لي راجل تشوفي هنايا الكيك بوكسينغ هنا لا باين صوتي انا عطوه باين على عرق لسان اللي راك قالبه همسي صوت عارف كي دير نتايا صبراني في حوش واي واي انت حبيتي نولو هكذا ها حوش واي نيفو ديالك انت وصلت روحك خليني نهضر معاك على النيفو وصلت روحك انا ما يسمحليش ما اسمي باش نهضر مع واحد كيما انت نهضر معاك على النيفو ديالك ها ما تهربش ما تهربش انت راجل انت راجل ما تهربش استاذ سفيان هذا ماشي اسلوب خلينا لا ماشي حقاره استاذ سفيان لا ماشي حقاره انا ماشي حقاره اش نهضر معاك نربس فيها هكا اش نهضر معاك ونقول لك انا حقاره ولا ماشي حقاره لا زيرالدا وما زيرالدا كنت تدخل حتى زيرالدا تاع كي يديروك يقطعوك يحرفوك يديروا لك هاك بوشي ريبيتاسيون موفيز اسمح لي هذا ماشي اسلوب خلينا نكملوا نعاودوا نوليو اكيد تدخلي لي ليا ماشي اسلوب يتنط تضرب تدخلي لي ليا ماشي اسلوب قادر روحك الا فلو مايا ويا ما ربيوكش هنا الجزائر تربيك انا مربي لا انت ماشي مربي جوج قاعد تفينيمو انت ماشي مربي انا ماشي مربي نتوما تكليتوها لاجيري تحوسوا ديروا الباس غير مال مايا وغيا والشرقي بيان سيغ في يد لا تراجيريان راح نقول لك راح نقول لك انا لو سين تاعي اون 3 ديمونسيون 1 2 3 كولور فيغ روج بلون في يدك في الناجيريان. نقول لك حاجة أنا ما نخلصش بالدينار أنا باش نقول لك أنا الدينار تاعك خليه لكليك الحمد لله خليه لي أنا نضرب أورو ولا دولار لا باين تعرف على الكوبا وعلى البريو اللي راه طاير من فوقه ولا كيقولوا لها دليلة أنا والله نخرج أنا والله نخرج باسكو ماشي كافا نخرج معاها نخرج سيبو بي أستاذ أستاذ باسكو نريحقد سيسو هاد المرة ما شكيتش راح تكمل بصح الأفكار كاينة. هنا يالي كيف تدخلت وقالوا لها لو كان ما تكمليش الحصة احنا يالي نتحاسبو. والله يا دليلة غير نهبلوك اليوم. ايه ايه سفيان مستهبلة
متى عندهاش ما مكش نقول لك اي سيدي يهضر معانا كيما هكا لالجيري ما لالجيري لالجيري تعوجك تسواها انت لالجيري لالجيري برجالها وبحكامها تعرف انت لالجيري صح انا دوك انسان جا سوا ديزون دوموند ان ابي تي خلصنا له دوك انت اخويا استاذ يتكمل لي ميسيون تاعك يتحمل المصاريف في الجزائر هذه وحده زوج انا الكاشي اللي كنت راح تديه خويا يعني نقولها قدامهم كاع انا لي تكنيسيان اللي نقول الكاشي اللي كنت راح تديه ما تديهش خويا كمل لي ميسيون تاعك وروح خويا درتها دو فوا جيت معنا لا تروسي ما حبيتش نديرها لك اشاك فوا تجي دير نو دي كونديسيون ضراف في هذا المومو دليله تخلعت بزاف يا خويا خلصنا الطياره خلصنا الكلوتير البيت في ساجو وعلى بالي واش راهو يدور في راسها ما نجوش معاه واحد كيما هذا تخلصوه وانا نجيبو لي بطل تبعوا تشوفوا علاش قلت هكذا خلاص ران اروح انا نخرج انا مهبول هادي اختي حبسي كل شيء خاطش نعشي كتله عشي هنا كتله لكم ديريكت جست لافا والله على قلبي لا يدح علي قسما بلا قسى لك هناك ويخليني حامبوك لا لا وتبدل معليا وانت قعدت تمام حيلها بروحك وما يا قلبي منها خطي هذا يخدم على العالمين هذا زعق علي على ما نعرفش انا يا خير ما بغيت نسيب اقصي نتلاقاو في دار الشرع والله شو ولا نتلاقاو في دار الشرع كدت عليا هبال تلقى معايا انا دار الشرع ما يصرع لك والو تزيد انت تدخل هلا شاريه تاني دار الشرع شارياته ما خلونا نكملوا طلع الجيري خويا هدي يا الجيري ليس كان شيق مع فنانتنا المحبوبة اللي فتحت لنا قلبها دليلة يعطيك الصحة على الإداء ما فتحت قلبها ما والو تخليني كم ما فتحت قلبها ما والو الطفلة كسرت لي يدي تخليني كم هادي زيد نقرض لك رعيك كسرت لي يدي هادي زيد نقرض لك رعيك والله العلي العظيم والله 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 غير درت لك كاميرا كاشي واش نقولكم صحه فطوركم وصحه رمضانكم وانتي عقلي فيها قلقني بزاف باسكو وصلنا واحد لو مومون الشونتير بزاف محقور ويحكموا عليه شي صوالح بلا ما يعرفوه وهذه ماشي حاجه مليحه وحنا مارغريت وحنا تاني عباد كيما هما ونحسوا والله يسمح لنا من الوالدين وان شاء الله رمضان ان شاء الله يدخل عليكم بالصحه والهنا ميرسي بو شابه دليله كل عام كاميرا كاشي كل عام كاميرا كاشي على بالي بلي تفيق لي لو كان ندير لا كاميرا كاشي ونبوزي لا ديريكت لا كيستيون ولا زعما نجي انا حبيت نبدل الكونسيبت كاع ونهضر لها نضربها ديريكت على الفنان الجزائري اللي راهو محقور 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 ونشككها في الوطنيه تاعها بصح دليله اسمها كبير 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 وفنانة قديرة بزاف وماشي احنا اللي نشككوا كاع فيها